أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأت بالاستعاذة، ما شاهد ذلك؟ قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهر لجميع القراء. ثم بسملت، ما شاهد ذلك؟ قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها. طيب تفضل. طبعا الختمة التي يقرأ بها بالقراءة العشر الكبرى تعدل 1000 ختمة. الله أكبر. تعدل 1000 ختمة، ويتبنى ذلك مؤسسات المملكة العربية السعودية، وأعظم مؤسسة تتبنى هذا كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. كما قال ابن الجزري: باثنين في اثنين، يعني القراء عشرة ورواتهم لكل قارئ من العشرة راويات، يعني 20 راوية، ولكل راو من العشرين 4 طرق، باثنين في اثنين وإلا 4 فهي دوى 1000 طريق تجمعهم. الختمة تعدل 1000 ختمة، لا نكرر الأوجه التي يشترك فيها جميع الطرق الألف التي قال دوى 1000 طريق، لا نكررها 1000 مرة، نكتفي إذا اشتركوا فيه جميع الطرق نكتفي بوجه واحد، ثم نعطف الخلاف أقربا به فأقرب، مختصرا مرتبا مجودا كما هو معروف عند أهل الأداء، وتتبناه مؤسساتنا المباركة في القطاع العام والخاص والخير، ونحن في أحد القطاعات الخيرية في بلادنا المباركة. تفضل. وفي ابتداء السورة كل بسمة. تفضل. قل هو الله أحد. قل هو الله واحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفؤا أحد. ولم يكن له كفؤا أحد. ولم يكن له كفؤا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفؤا أحد. ولم يكن له كفؤا أحد. ولم يكن له كفؤا أحد. ولم يكن له أحد. ولم يكن له كفؤا 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 أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. الغنى على السكت خاصة بمن؟ ابن الأخرم. ابن الأخرم عن الأخفش عن ابن ذكوان عن ابن عامر إمام وقارئ أهل الشام. طيب هذا أنت قرأت بدون، إذا اعتبرنا التكبير، التكبير ورد عن الأئمة وعن أهل مكة، خاصة من قراءة ابن كثير من روايتي البزي وقنبل، ويأتي مجردا ويأتي مع التهليل ويأتي مع التحميد،
وأيضا روي التكبير مجردا عن جميع القراء ورواتهم وطرقهم، وروي أي التكبير عن كلهم أول كل يستوي أول كل سورة ويستوي ذلك عند جميع القراء. تفضل. فإذا اعتبرنا التكبير لأول السورة كيف تصنع؟ لا أكبر عند خطبة سورة الناس. لا نكبر عند آخر خطبة الناس. ونحن ابتدأنا الآن لما قرأنا بسورة الإخلاص لم نكبر على اعتبار أن التكبير لآخر السورة. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. هذا التكبير يمكن أن ننويه أنه شرع لآخر السورة، ويمكن أن ننويه أنه شرع لأول السورة. هذا التكبير المجرد، هذا التكبير مع التهليل، وهذا خاص بأهل مكة. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. ويستوي فيه روايتي البزي وقنبل عن ابن كثير المكي، هذه مع التحميد وهو خاص بمن؟ بالبزي. تفضل. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النافثات في العقد. قرأت النافثات، هذا من؟ رويس. هذا رويس. رويس عن من؟ عن يعقوب الحضرمي. عن يعقوب الحضرمي. يعقوب الحضرمي إمام إمام قراء أي مصر من الأمصار؟ البصرة. البصرة. تفضل. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إمامة الناس لمن من القراء؟ للدور عن أبي عمرو بخلف معي. للدور عن أبي عمرو البصري بخلف معي. تفضل. إلهي الناس. إلهي الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا اعتبرنا التكبير لآخر السورة. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الوجه الثاني هذا خاص بأهل مكة. التهليل من الروايتين. ثم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وهذا خاص بالفتح. ونلاحظ أنه مرة يقول لا إله إلا الله بقصر المنفصل ومرة يوسط، وهذا جائز مع أن ابن كثير يوسط المنفصل لأنه قال والبعض والبعض للتعبير عن القصر. ما أحسنت. تفضل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد. يقرأ ليعقوب أليس كذلك؟ نحن في لما وصلنا آخر الناس بالفاتحة ابن الجزري إمام المقيئين يقول ثم اقرأ الخمس ثم اقرأ الحمد وخمس البقرة أو اقرأ الحمد وخمس البقرة إن شئت حلا وارتحالا ذكر. حامل القرآن يسمى بالحال المرتحل، ما أن ينتهي من ختمة حتى يعني حل بها حتى يرتحل لختمة أخرى. ف
فيسمى بالحال المرتحل، لأننا مطالبون بذكر الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأعظم الذكر كلام الله، لأن الله يقول عن القرآن وإنه لذكر لك ولقومك. فنحن نذكر الله ذكرا كثيرا، وما ما 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 عليه أهل الأداء أنهم يصلون آخر الناس بأول الفاتحة ثم خمسة البقرة. تفضل صل. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لأن ليعقوب الإدغام الكبير أيضا. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم ببركة القرآن العظيم وبركة حروفه وسوره وآياته وإعجازه نسألك يا ربنا أن تؤتينا جميعا سؤلنا وامل حوائجنا ويسر أمورنا ويدبر أمورنا وحقق آمالنا ويرقي فيك رجاءنا. أعطنا جميعا ببركة القرآن العظيم ولا تحرمنا أكلنا ولا تهنا زدنا ولا تنقصنا آثرنا ولا تؤثر علينا اذكر لنا ولا تنقر علينا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حبيبنا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجيب أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله سائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا شفاء ولأسقامنا دواء ولقلوبنا وصدورنا ضياء. اللهم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ببركة القرآن العظيم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنبياؤك المقربون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنبياؤك المقربون. نسألك جوامع الخير وفواتح وخواتم وأولة وآخرة وظاهرة وباطنة، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. اللهم اشفنا ببركة القرآن العظيم، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم ببركة القرآن العظيم خير لنا واختر لنا في كافة أمورنا، فما تعلم لنا فيه من خير من أمور الدين والدنيا والآخرة صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، فقربه منا وقربنا منه ويسره لنا ويسرنا له وآتنا إياه سهلا سلسا يا أرحم الراحمين، وما تعلم لنا فيه من شر من أمور الدين والدنيا والآخرة فصرف عنا وصرفنا عنه، واغدر لنا الخير حيث كان ثم ارضنا به يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. نسالك رضاك والجنه، نعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اكفنا الشرور كلها، اكفنا شرور الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم أعذنا من الشرور كلها، أعذنا من الكفر والشرك والشقاق والنفاق وسيء الأخلاق، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقاط. اللهم أعذنا وأعذ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اجعل بلادنا المملكة العربية السعودية آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق قادتها وحكامها لكل خير يا أرحم الراحمين بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك. اللهم وفقهما وسائر ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين لكل خدمة كتاب الله وسنة رسول الله وخدمة العلم وأهله عبر مؤسساتها المختلفة يا رب العالمين. اللهم زدهم من فضلك يا أرحم الراحمين، ابسط عليهم من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا وعلى بلادنا من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا وبلادنا المملكة العربية السعودية من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجزي هذا الوقف وقف تعظيم الوحيين خير الجزاء على ما يقدمه لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحملة كتاب الله. اللهم وفقه ووفق القائمين عليه بكل خير يا رب العالمين، وزد وبارك فيه لأن يكون صرحا علميا عظيما في هذه المدينة المباركة العظيمة في بلادنا العظيمة المملكة العربية السعودية. اللهم وفق الأمينه العام الأستاذ أستاذي وأستاذنا جميعا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة الأستاذ الدكتور عماد بن زهير حافظ وجميع العاملين معه في هذا الوقت، وفقهم لكل خير يا أرحم الراحمين، وزدهم من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك. وإن شاء الله عما قريب هذا الوقت يصبح أكاديمية وجامعة عالمية تخدم الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار.
آتنا جميعا سؤلنا رب حوائجنا ويسر أمورنا ودبر أمورنا وحقق آمالنا وبلغنا جميعا رمضان في صحة وعافية وحسن عمل وتمام نعمة وفضل، وبلغنا قيام ليلة القدر منه بالتوفيق في صحة وعافية وحسن عمل وتمام نعمة وفضل. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، لنا ولوالدينا وأولادنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلينا والمسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين، وآت كل منا سؤله وليدعو كل منا بما يفتح الله به، فكما ورد عن السلف بدعاء في آخر الختمة قال: ثم ادعو وأنت موقن الإجابة، دعوة من يخدم مستجابة. وعلى هذا دابت الأمة منذ نزول القرآن على الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، وكل يدعو بنا في نفسه. ونسمع من الشيخ الخاتم يدعو بنا بما يفتح الله عليه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا وانفعنا بالقران العظيم، اللهم انفعنا وانفعنا بالقران العظيم، وبارك لنا في ذكرك الحكيم. تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اسقنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واثرنا ولا تثر علينا، واعطنا ولا تحرمنا، واغفر لنا ولا تنكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الامور لنا يا رب العالمين. اللهم جازي مشايخنا عنا خيرا، اللهم جازهم عنا خيرا، اللهم جازهم عنا خيرا ما جازيت شيخنا عن طالبه يا ارحم الراحمين، وجازي كذلك اباءنا وامهاتنا عنا خير الجزاء. اللهم تقبل ميتهم وارحمهم وارزقهم الفردوس الاعلى واحفظ الاحياء منهم بحفظك يا ارحم الراحمين. اللهم اكتب لنا التوفيق في حياتنا كلها، اللهم اكتب لنا التوفيق في حياتنا كلها، بارك لنا في اعمالنا واعمالنا، بارك لنا اللهم في اعمالنا واعمالنا، اللهم اجعلنا مباركين اينما كنا، اللهم انا نسالك ان تحفظ هذه البلاد المباركه، اللهم احفظها بحفظك، اللهم احفظها بحفظك، واحفظ اهلها بحفظك يا ارحم الراحمين، اللهم ادم عليها نعمتك وبركتك وخيراتك يا ارحم الراحمين، وجميع بلدان المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا معلم ابراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، يا معلم ابراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم انا نسالك علما نافعا، اللهم انا نسالك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، وحلالا مباركا، برحمتك يا ارحم الراحمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد. الله يفتح عليكم.